السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي مقطع بسيط راح أتكلم فيه عن برنامج اسمه الشادو بلاي. معلومات بسيطة عن البرنامج اللي ما يعرفه شو. برنامج الشادو بلاي هو برنامج حصري لكروت انفيديا. يجي مع حزمة برامج أو برنامج اسمه الجي فورس إكسبيرينس. البرنامج هذا ينزل على الأجهزة اللي فيها كروت انفيديا. تقدر عن طريقها تستعمل البرنامج بأنك تسوي أوبتمايز للألعاب اللي عندك. والقصد بالأوبتمايز أنك تشغل اللعبة أو البرنامج يقرأ جهازك، يعرف القطع اللي موجودة على جهازك ويشغل اللعبة بأعلى سيتينجز ممكن جهازك يشغل اللعبة. برنامج مجاني مثل ما قلت، يجي مع كروت انفيديا. برنامج الشادو بلاي مثل ما ذكرت يجي مع الجي فورس اكسبيرينس، لكن شغله غير. الشادو بلاي برنامج تسجيل. القصد برنامج تسجيل، في برامج تسجيل جدا كثيرة في السوق، راح أذكر بعضها اللي هي الفرابس، دي اكس ستوري، اكسبلت، اوبن برودكاست سوفت وير. هذا الاثنين اللي ذكرتهم اخر شيء كانوا برامج بث مباشر برضو. وعندكم الاخير اللي هو باندي كام. في المقطع هذا راح اتكلم عن اللي الشادو بلاي، وراح اقارنه في برنامج ثاني صار لي تقريبا سنه ونص استعمله اسمه دي اكس ستوري. بعض الاشياء عن الشادو بلاي راح اتكلم فيها، او بعض الاشياء المميزه في الشادو بلاي. البرفورمنس او الاداء للبرنامج جدا جدا ممتاز، ما في اي نوع من التقطيع لما تسجل لعبتك، لانه البرنامج يستعمل برنامج التسجيل او يستعمل كرت الشاشه اللي موجود على جهازك في انه يسجل اللعبه. فما في ضغط على المعالج حقك، ما في ضغط على الرامات حقتك. وفي الغالب اغلب البرامج التسجيل تستهلك اثنين هذول اللي هو المعالج والرام او الذاكره باللغه العربيه. الشيء الثاني اللي موجود في برنامج الشادو بلاي اللي هو اللايف ستريم او البث المباشر. تقدر انك تسوي بث مباشر عن طريقه. صرنا نشوف الاشياء هذه في برامج التسجيل، خصوصا اللي مثل ايفير ميديا ومثل الالجاتو، تقدر انك تبث عن طريقهم. لكن الشادو بلاي يساعدك في انك تبث عن طريق البي سي حقك او اللابتوب حقك على طول، على موقع تويتش، على موقع ما ادري اذا في احد يستعمل مواقع ثانيه غير تويتش، لكن تقدر انك تسوي بث مباشر على طول عن طريقه من غير اي تقطيع ومن غير اي ضغط على جهازك زي ما ذكرت، لانه ما يستهلك من المعالج ولا من الذاكره في الجهاز، على طول يستعمل الكرت الشاشه اللي عندك وبطريقه جدا 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 ممتازه. الشيء الرابع، الحجم المقطع مثل ما ذكرت قبل شوي جدا خرافي. سجلت مقطع مدة تقريبا 7 دقائق للعبه تايتن فول، المقطع اللي قاعد تشوفونه قدامكم الحين، نفس الوقت نفس المقطع بالضبط، نفس الاشياء اللي صارت في المقطع. سجلت واحد في الدي اكس ستوري وسجلت واحد في الشادو بلاي، نفس المقطع تشوفون الفرق شاسع جدا. الشادو بلاي اخذ تقريبا 2 جيجا من 7 دقائق، والدي اكس ستوري اخذ ما يقارب 15 يمكن اذا مو اكثر حتى. فالحجم الحجم مره 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 يفرق، وهذا الحاله يخليك حتى ما تشتري هارد ديسكات زياده ولا تحتاج انك تحط والله 6-7-10 تيرا في جهازك زي ما انا حاط عشان بس تسجل عليه العاب اذا بتسجل. شيء ذكرته في البدايه برضو مميز في الشادو بلاي، انه الشادو بلاي مجاني. ممكن كثير منكم يضحك علي يقول انه اوه والله انت تشتري برامج. اي اشتري برامج، لانه احس انه شيء مميز او شيء انه احس اعطي تقدير للشخص اللي سوى البرنامج هذا. اعرف انه في كثير منكم منزل فرابس ودي اكس ستوري وباندي كام وغيرها من البرامج بطريقه غير قانونيه. هذا شيء راجع لك وما هو هذا الهدف من مقطعي، لكن لو تفكر فيها الشادو بلاي مجاني، يجي مع كرت الشاشه لانك اساسا بتركب كرت شاشه على جهازك، غيرها بفلوس لو انت بتشتري بفلوس. ف هذا اشوف انه مميزه مره ممتازه بالنسبه للشادو بلاي، واشوف انه شيء مره ممتاز. الشيء اللي قبل الاخير برضه بحب اذكره، او شيء مره مميز في الشادو بلاي، حاليا يدعم اكثر من 100 لعبه. في بعض الالعاب ما يدعمها، وهذا شيء مره بسيط، بعض الالعاب ما يدعمها الشادو بلاي، وممكن يكون في صالح بعض البرامج او البرامج الثانيه. ميزه اخيره برضه موجوده في الشادو بلاي، اذا نسيت انك تسجل، دائما تصير لي هذه، اذا حاولت انه والله ابغى اسجل شيء في الشادو بلاي. واحب اذكر برضو الشادو بلاي ما يحتاج انك تشغله، شغال على طول 24 ساعه، بتشوف علامه على اليمين او على اليسار تحطها في المكان اللي تبغى انت، تقول لك ان الشادو بلاي شغال. اذا انت لعبت والله خلينا نقول 10 دقائق جيم، او خلينا نقول 50 دقيقه جيم، وصار شيء مره خرافي في هذا، تقدر انك تضغط زر يسجل لك اخر 20 دقيقه صارت. وهذا شيء مره مميز، هذا شيء موجود اساسا الظاهر في الاكس بوكس 1 وفي البلاي ستيشن 4 اذا ماني بغلطان، هذولك يسجلون لحالهم الظاهر. فاشوف انه مميزه مره مره كويسه هذه، ومره مفيده بالنسبه للناس اللي احيانا يصير شيء ما تتوقع انه صار، فحلو انك ترجع وتسجله
او تقدر انك ترجع تسجله، فهذا شيء مره مميز. بعض الاشياء اللي احس انه لو اضافوها على شادو بلاي راح تخليه مره مره ممتاز. بالنسبه لي انا كشخص اسجل مقاطع واسجل صوتي في المايك واسجل المقطع، اضطر انه لما اجي احطه في السوني فيجاس اضطر اني اذا سجلت في الدي اكس ستوري، الدي اكس ستوري يسجل لي ثلاث تراكات، التراك حق المقطع او الفيديو نفسه من غير الصوت، صوت المقطع وصوتي انا. فاقدر العب في صوتي، اقدر العب في صوت المقطع، واقدر العب في الصوره كل واحد لحالهم. اقدر اني حتى امسح واحد واخلي اثنين، او امسح اثنين واخلي واحد. عيب في الشادو بلاي انه يحط لي كل هذول مع بعض في تراك الفيديو، واحد تراك للفيديو والثاني تراك للصوت، صوتي وصوت اللعبه بنفس التراك، ما اقدر اني انزل صوت اللعبه ولا ارفع صوتي. فهذه احس انها لو سووها الشادو بلاي اعتقد انه راح يحطمون السوق، وباقي باقي البرامج راح تسحب نفسها شوي شوي على قولتهم. هذا بالنسبه بالنسبه للنقطه الاكثر صراحه اللي قهرتني في البرنامج ورافع ضغطي، احس لو حطوها بيريحوني مره صراحه. ميزه اخيره او ميزه قبل الاخيره اللي احس انها مره برضو مضايقتني، سالفه انه البرنامج نفسه ما اقدر اني افتحه كويندوز، لازم ان اللعبه تكون فول سكرين. ما اقدر العب اللعبه كويندو سكرين، انها تكون والله، لانه عاده انا لما اسوي بث مباشر اضطر اني اسوي التاب، اني اوخر عن اللعبه واروح اقرا مثلا الشات، ولا افتح مثلا صفحه على جنب في الشاشه الثانيه او الشاشه الثالثه اللي عندي. فللاسف شادو بلاي اذا سويت التاب او سكرت نزلت اللعبه سويت مينمايز لها، شادو بلاي يوقف تسجيل، ما يكمل تسجيل. وبعض الاحيان يصير مشاكل بالنسبه للناس اللي يسوون بث مباشر. هذا بالنسبه اللي كان عندي في الشادو بلاي. انا بالنسبه لي احس انه من افضل البرامج الموجوده حاليا، واشوف انه من اقواها صراحه. منافسه بينه وبين الاثنين اللي ذكرتهم اللي هم دي اكس ستوري، الباندي كام بديت استعمله قريب تقريبا قبل سنه او اقل حتى من سنه، لما نزلت لعبه ثيف ما قدرت اسجلها الا بالباندي كام، فكان في مشاكل فرضه من الدي اكس ستوري ومع ثيف. يا هذه بالنسبه للمقطع اللي كنت ابغى اتكلم فيه اليوم عن شادو بلاي. مثل ما ذكرت البرنامج مره ممتاز. البرنامج ما هو دعايه لانفيديا، لكنه مره شيء خرافي انه ما حد تكلم، ما احس انه في احد تكلم عن الشادو بلاي بالطريقه اللي البرنامج يستاهلها. يعني احس انه في ناس كثير ما قاعد تستعمل البرنامج، وناس كثير ما هي عارفه انه البرنامج والله جدا مفيد. يجي مجانا مع كرت الشاشه اللي عندك في جهازك، اللي هو اذا كان عندك انفيديا مره ممتاز، وتقدر تستعمله في اي وقت. مثل ما ذكرت في خواص مره خرافيه تقدر ترجع تسمع المقطع منه. يعطيكم الف عافيه على المشاهده، واعتذر عن الاطاله، ان شاء الله راح اشوفكم في اقرب مقطع جاي. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.